إبليس يعترض كفار قريش أمام الكعبة ويتآمر معهم لاستهداف النبي محمد. سأحكي لكم أنا نور الصباح في ملخص القصة. سمعة قريش بين القبائل في انهيار، هرب المسلمون بأولادهم وأبنائهم إلى المدينة المنورة، ولم تعد تطالهم يد المشركين داخل مكة. قريش في استنفار تام، اجتماع عاجل في دار الندوة سيحضره من كل قوم سيدهم وشريفهم ليأخذوا قراراً مصيرياً بالمصيبة التي على وشك أن تحل بهم. وبينما هم على اجتماعهم دخل عليهم شيخ كبير استنكره كبار القوم من قريش وسألوه: من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد. زادتهم إجابته استنكاراً على استنكارهم، فسألوه متحيرين: فما الذي جاء بك؟ قال: سمعت باجتماعكم فجئت أسديكم رأياً ونصيحة. فأدخلوه بينهم. لم يعرف سادات قريش حينما أدخلوا ذلك الشيخ الكبير أنه ليس بشيخ كبير. من أدخلوه بينهم لم يكن بشراً من الأساس، لقد كان سادات قريش في حضرة إبليس. الشيطان بنفسه قد أتى ليحضر اجتماعهم. بدأت اقتراحاتهم بالتدفق. كان سؤالهم الشاغل: هو محمد ومن معه؟ ماذا نفعل بهم؟ كان أبو الأسود أول المقترحين: أرى أن نطرده ونرتاح منه. أجابه الشيخ الكبير: ما هذا برأي؟ أنتم عوضا عن كل الناس تعرفون حسن كلامه ومنطقه. إن ذهب إلى قبيلة أخرى من العرب آمن به الناس ثم قاتلوكم معه. توالت الاقتراحات وأتى ثانيها من أبي البختري: نحبسه ونعزله عن الناس فينتهي خبره. امتعض الشيخ الكبير: لم يكن هذا برأي يثير فضوله، إن عزلتموه عن الناس وصله كلامهم من وراء الحبس، رأيكم هذا ليس برأي يعتد به. كان مصدر الرأي الثالث والأخير هو عم النبي نفسه أبو الحكم أو أبو جهل ابن هشام. اقترح أن يؤخذ من كل قبيلة شاب قوي ذو نسب، ثم يعطى كل واحد منهم سيفا صارما فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعا. انفرجت شفتا الشيخ الكبير عن ابتسامة دفينة وصاح قائلا: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. تنزل رسول السماء جبريل فيما بعد على النبي محمد وأخبره بمكر القوم، فلم يبت في بيته تلك الليلة ونجا بذلك من المكيدة التي حيكت ضده.